أن السبب الرئيسي في عدم بناء هذا الاقتصاد المشترك هو أننا دول نصدر ما ننتج ونستورد ما نستهلك، بالعكس وبالتالي استقلالنا لم يكن استقلال اقتصادي حقيقي، كان استقلال سياسي، يعني فيه مظاهر من الاستقلال ولكن لم يكن استقلالا اقتصاديا حقيقيا. وبالتالي الآن هذه 50 سنة ونحن نتكلم عن التكامل الاقتصادي في المغرب العربي، ونفس الكلام يتكرر ونفس الأسلوب، أننا لو بنينا هذا الاقتصاد هذا من باب تحصيل الحاصل. ما يجب أن نتكلم عنه هو كما تفضلت، ما هي الأسباب التي تعيق هذا التكامل؟ نعم أولا هي عقلية موجودة في العالم العربي التي تقول الكلمة سلطة، الكلمة سلطة، ولهذا نحن العرب، وأنا أتحفظ من كلام الأخ الذي سبقني، كون كلمة عربي لا تعني الإثنية ولكن تعني اللسان. تبني اللغة العربية ولا تعني الإثنية. صحيح. وفي المغرب كلمة عربي تعني مسلم، عندما نتكلم ونقول عربي ففي المغرب تعني مسلم، ولهذا أنا أتحفظ من عدم نعم التحفظ من كلمة عربي. وهذا أما بناء المغرب العربي، بناء المغرب العربي بدول الخام، طبعا تكاملهم وبناء الأسس التي تجمعنا بين هذه الدول، علما بأننا نشترك في الجغرافيا وفي التاريخ وفي اللغة وفي الدين وفي، ولكن لا نشترك في العقليات، لا نشترك في العقليات، وهذا الذي يجب التركيز عليه الآن. ما هي أسباب هذه العقليات التي تحكمنا؟ عقلية الشوفينية، عقلية الأنانية، عقلية الفردوية، وليست العقلية التي تجمع الشعوب. وهذه العقلية موجودة أساسا في النخب وموجودة أساسا في الأنظمة، ولهذا يجب التطرق مباشرة إلى مشكل الأنظمة ومشكل النخب في المغرب العربي. لماذا النخب والأنظمة عندها لا نشترك حتى في توحيد بداية شهر رمضان أو بداية يوم العيد؟ لا نتوحد فيه، وهذا مشكل كبير. هذه عقلية، هذا عامل نفسي نعم يجب أن نعالجه. علاش؟ لأننا في التربية منذ المدرسة الابتدائية لا نبني عملية التضامن، ولا نبني من في الثقافة ديالنا عدمية التكامل، عدمية البناء الجمعوي، ولهذا هذه العقدة الكبيرة اللي عندنا، وهي عقدة النقص فيما بيننا، نعم تجعلنا نعيد الكلام ونعيد نفس الأسلوب.